شوف اللي تهمني هو النتيجه هو التاهل. فاي مباراه ضروري يكون فيها خطا، ضروري يكون ايقاع المرتبه ايقاع المخابر. ولكن اللي تهمنا اليوم هو النتيجه اللي تحققت ورده الفعل ديال الشوط الثاني اللي خلات انه المنتخب الوطني خطوه كبيره نحو التاهل. نتمنى ان شاء الله في المباراه ديال اليوم الثلاثاء ناكدوا الانتصار ديالنا ونحققوا التاهل، لانه فعلا جمهور المغربي يستحق انه يشوف المنتخب كاس العالم في قطر ان شاء الله.